أدوات القياس وخطوط الإرشاد هي أدوات تساعد المصمم على تنسيق الصورة وضبط ألوانها وموضعها. نبدأ أولاً بأداة آي دروبر، وتستخدم لانتقاء لون من الصورة وتفعيله في لوحة الألوان. فعند النقر مثلاً على هذا اللون يتم تفعيله في هذا المربع. كما تستخدم هذه الأداة في قياس درجة اللون ومعرفة قيمته وموضعه على الصورة. نظهر أولاً لوحة المعلومات Information من قائمة النوافذ Window، ومنها نختار Info أو نضغط على مفتاح F8 من لوحة المفاتيح فتظهر هذه النافذة. وعند الوقوف على لون تظهر قيمته بنظام RGB وقيمته بنظام TMYK، كما تظهر قيمة موضوعه على الصورة سواء على المحور الأفقي X أو المحور الرأسي Y. وعند الرغبة في تعيين قيم عدة ألوان وتثبيت الرقم نستخدم أداة تعيين اللون Color Sampler. وعند النقر على أول عينة تظهر قيمتها هنا بنظام RGB، ويمكن تحديد 4 عينات بحد أقصى وتظهر قيمها في النافذة، ويمكن حذف هذه العينات بالنقر على Clear. أداة المسطرة تستخدم لقياس المسافات والزوايا داخل الصورة عن طريق رسم خط للقياس. وفي شريط الخيارات يظهر هنا الموضع الأفقي والرأسي لنقطة البداية، وهنا العرض والارتفاع والزاوية وطول الخط، ويمكن تحريك طرفي الخط بالنقر والسحب. ولمسح هذا الخط ننقر كلير. ويمكن بهذه الأداة عمل تدوير للصورة اعتمادا على اتجاه هذا الخط، وذلك بالنقر على Straightening Images. أداة النوتة وتستخدم لكتابة الملاحظات. فعند النقر على مكان معين بالصورة تظهر أيقونة ونافذة لكتابة الملاحظات، ومن الخيارات يمكن تغيير لون الأيقونة أو إخفاء وإظهار نافذة الملاحظات، ويمكن إظهارها بالنقر المزدوج على الأيقونة، كما يمكن حذف الأيقونات بالنقر على Clear All. أداة العداد وتستخدم لعمل أرقام توضيحية على الصور، ومع كل نقر يظهر رقم جديد، ويمكن من هنا إنشاء مجموعة جديدة وبدء الترقيم من جديد. ومن هذه القائمة يمكن الانتقال من مجموعة إلى أخرى، ومن هنا يمكن إظهار وإخفاء المجموعة، ومن كلير نحذف المجموعة، ومن هنا نغير حجم الخط، ومن هنا حجم العلامة، ومن هنا نغير لون الأرقام، ويمكن تحريك الأرقام بسحب العلامة المجاورة للرقم. ولحذف الأرقام ننقر هنا. الخطوط الإرشادية هي خطوط أفقية ورأسية تساعد المصمم في ضبط التصميم. ولرسم خطوط أفقية نقف على المسطرة العلوية ونسحب فيظهر الخط، وعند السحب من هنا تظهر الخطوط الرأسية، وهذه الخطوط لا تظهر في طباعة الصورة. وإذا كانت المسطرة غير ظاهرة يمكن إظهارها أو إخفائها من قائمة View ثم النقر على المسطرة. وميزة الخطوط هي تسهيل رسم الأشكال والتحديد، حيث ينجذب الشكل تجاه الخطوط. ولإزالة خط نحدد أداة التحريك ونسحب الخط مرة أخرى للمسطرة، ويمكن عمل تحديد دقيق لموضع الخط بفتح قائمة View واختيار New Guide، ومن النافذة نحدد الموضع إذا كان أفقي أو رأسي ونكتب قيمة المسافة. ولمسح الخطوط نفتح View ثم Clear Guides. ويمكن إظهار خطوط الشبكة بفتح View ثم Row ثم Grid، فتظهر مربعات الشبكة، وهي مربعات إرشادية تساهم بشكل أسرع في رسم وتنسيق الأشكال.